يا جماعة، بقالنا فترة ما عملناش فيديوهات. خد المايك. ايه ده موبايل؟ اصور تاني موبايل زي ايام الكحرته والسيلفي والكلام ده؟ اه طبعا طبعا. بس خلاص انسى الكلام ده كله، خلاص. دلوقتي بعد الفيوز الكتيره اللي عملتوها جدا والشغل الكتير اللي عملناه مع بعض، دلوقتي يعني في نقله ماديه كبيره جدا. النقله الماديه دي زي ما انتم شايفين بقى، خلاص ميس ماكوي ومايك سبوره، اوكي، عندك اضاءات، عندك عدسه بنت لذينه، اوكي. دلوقتي بقى نقدر بعد النقله الكبيره دي واحنا شركاء في النجاح ده مع بعض ان شاء الله، يعني مع بعض في العربيه والكلام ده كله، نقدر نبتدي بدايه نظيفه من الاول خالص. تعالوا نبتدي مع بعض الالفابت الابجديه بجد من الاول. اوعى تقفل الفيديو تقول لك عارف الابجديه، اوعى تفتكر كده، لان عندي ليك مفاجاه. اول حرف الابجديه مثلا حرف الاي، اسمه اي كده، كانه كده عارف بلاي، شيل البي ال من بلاي هيبقى عندك اي، ما اسموش ايه، مش كده، اي. يبقى انت لما تقول مثلا اسمك ايه، واتس يور نيم، نيم انا مش هقول لك واتس يور نيم. تاني حرف عندك في الابجديه حرف البي، بي، الصوت بتاعه كله بيطلع فايبريشن من هنا، قوه شفافي ضعيفه جدا، بي 90% من قوته هنا. طبعا لو لغيت الفايبريشن وطلعت الهواء كله من شفافي من غير فايبريشن، بي فرق كبير جدا من بي اللي بتطلع من الرقبه اللي بتطلع من الشفايف بس. تالت حرف عندنا في الابجديه سي، اللي بيتنطق اس لو جه بعديه اي او اي او واي، زي السينما، سنتر، سايكل. لو جه بعديه حرفين متحركين عاده بيتنطق شين، باستثناءات بسيطه جدا زي sufficient كافي، زي social اجتماعي، غير كده فهو حرف كاف زي car، زي correct. يعني ما لقيش حد مثلا بيقول لي واتس يور نيم، ليتس بلاي اجين، ويقولها بلاي يلخبط، مش عارف فرق بين كلمه بيج وكلمه بيج، ويدخل الدنيا في بعضيها، اوكي. حرف السي مثلا ما يقولش على كلمه ديكلاين ديسلاين، اوكي، ما يقراش كلمه ميرسي ميركي، اوكي، خلي بالك من الكلام ده، لسه كلام كتير جدا جاي في الابجديه ان شاء الله.